impresionante de trabajo que hemos hecho. يا صباح، أول شيء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشيء طبيعي أنا لا أضمنه، السنطرة هاي اللي تشوفونها كلها أنا لا أضمنها، 6 حبات. أقولكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم برشلوني، صباحكم هذا الصباح البرشلوني، توها الشمس بتوها والبحر طايح وطايح الدنيا. يا ربي أهل البلاد، يبالها يا أبوكم يبالها بارد، يبالها حد اي بلاد ما يكون فيها احتفالات، يبالها حد اي البلاد يكون هناك صوخ. الحين بلادنا مربشة الدنيا كلها فيها، وانا جاي هني لاجل لازم لاجل بعد طيران الاتحاد لهم حق علينا، هذا شيء ضروري ومفروغ منه، فلذلك جيتي هذه. والحمد لله رب العالمين، تم تدشين امس خط السير خاص بطيران الاتحاد من مدينة أبوظبي العاصمة، الخير عاصمة الرخاء عاصمة الشدة عاصمة العطاء أبوظبي، إلى مدينة برشلونة الأسبانية. فكان خط سير حيوي يعود بالخير والفضل على دولتنا الحبيبة، والأخص طيران الاتحاد. فهذا روحه إنجاز عظيم وشيء جميل، والحمد لله رب العالمين. بننزل الحين بنتريق، شيء طبيعي وصلنا، ومن وقت ركبتنا البحر كانت من وقت ووصلتنا مخرة، لحقت على شيء بسيط لكن ما عليه، رمد العين ولا عماها، والله يقدرنا انه ننقل شيء الجميل والجيد في السفرات الجايه. لكن السفرة هاي شوي فاتنا 70% من الاحتفال، عطوني اياه فيديوهات وان شاء الله اني بحط لكم اياه. جديد برشلونة قبل 32 سنة تقريبا أو 33 سنة، ويحيى أبوي شيء مستشفى اسمه مستشفى براكير. مستشفى براكير هني كان واحد شويبه يسمونه براكير، وحينه المستشفى مال العيون ولده هو اللي قابضنا. أنا لحقت على اللبو كد لحقت، يوم لحقت أنا عليه تلايا منحة كد موجف بتري بعد مرة منها ومات. هي والله من سنين، هي والله. وجيته قبل سنتين، وديتين بعد جيته، لكن الوديتين اللي جيته مرة ما كنت مبسوط، كانت السيرة مرة ما تتشاهد، لأن مب على هواي يعني جاي معزوم، وكنت في لازم اللي عازميني يعني، وكان البرنامج شيء طبيعي ما يتشاهد، فلذلك ما استانست يعني. والله شو بقولكم، البلاد فنانة برشلونة، لكن يبالها حد يكون ينش من صباح الله خير، مثل حين نشيتنا. شوفوا حين نشيتنا أول الصبح، هذا أحسن، هذا عبارة أنك أنت مسافر تسير وتي تمارس رياضك تمارس أمورك بأكلك وشربك وسيرك ويجيك، هذا اللي بيسافر يسرح الصبح ويعرعر الدنيا كلها. إنما بتي وبتبات سوما رياليل، زنجفتن وحده وخبصتن وحده وقرقعتن وحده وشورك ما بعندك، هاي دعوه العوامر، دعوه العوامر، يعلي شورك هب عندك، هاي دعوتهم. من يدعي عليك اللادمي يعلي شورك ما بعندك، بس اغسل يك بحر، اكلك ما بش في شورك، رقدك نشك سيرك ييك تتقيد،
فيازم شورك تازم شرات المولاي يخترب البرنامج تازم انت حالك من حالهم يا غير يوم ابوي سيرك وييك روحك سيدك في قيدك على ما قاله وهالراس الخيمة تازم ابوي حر وطليق حمث النشتي هنا من صباح الله خير من صباح الله خير مصلي ومعين من الله خير وتريحين الخبير وبنسير بنتريق وبنعرعر الدنيا كلها ما بتي الساعة 12 إلا نحن أبوي قارزين الدنيا كلها. على فكرة في احتمال الرد بكرة لأن نحن جايين في لازم ولازم نقضيناها البارحة وإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين أنه بتستوي يي تنغير ولا مناسبة ثانية وحين جاي بعد الكريسماس والنيو يير سيرة لندن مرة ما شيء باجي عنها تقريبا أسبوعين أو تقريبا 18 يوم باجي عن سيرة لندن فما أدري كيف الوقت كاب وعندي التزامات والله شيء التزامات وشيء مويضيعات وشيء شغيلات يعني بتبي واحيلي فإن شاء الله رب العالمين الله يجدم اللي فيه خير. يلا برد على النار مسخلاف الله يحفظكم لبس الطراطير هالطراطير والله كلم الزين هذا أقولكم ساير الحين الله يحفظكم أتريق وعين الله خير وبرد وبتلبس اللبس الفنان اللي هو مال البرد وحين بطالع عيونكم بعد بنصب لكم اللو الفندق على فكرة ما يكون الفندق فندق فخم وجميل جميل للغاية ومن أجمل فنادق جنتية برشلونة اللي هو هذا آرت أعتقد تابع للريتس كارلتون أظني أعتقد تابع للريتس في مئات الغرف شيء جميل في منتهى الروعة الفندق وايد وايد جميل. على فكرة ترى نحن فقط الوحيدين اللي يوم نسافر نصبح مبخورين أو قصدي هم يصبحون مبخورين ولا الأجانب يعني نشتهم الصبح يتريقون ومحسون رياضتهم شوف داز بالحيل كل التحرس بيملت هي والله الناس كلها نشاط وحيوية إلا نحن مفهومنا للسفر أشياء طبيعي أنا منهم يعني أنا أبداً أنتوا تعرفوني أنا أختلف اختلاف كلي مفهومنا للسفر أن السهر ورقادة بخوير ما يدرون أنه السفر الناس تصبح من الصبح تعين من الله خير وتسير وتتمشى ها شوف الكيو على هالمكان الريوف هذا كله كيو طوله طول عرضه عرضه شو تسوي الخبير صباح الخير شو تسوي هل كذا دور العنوان ها عنوان شو الخبير عنوان الرحلة أو عنوان كلمة الكونسول يعني حسب بنزلها حينه زين زين Hola, benvinguts a Barcelona. I'm so excited to show you my city. Come with me. I am so happy to have a job that lets me travel the world, but so much happier now that I have the opportunity to fly directly to my home in Spain. You absolutely must try tapas when you're here. This is one of my favorite spots to see the city from. You can feel Gaudi's influence in every part of the city. He was truly ahead of his time. Thank you for joining me. I hope you had fun exploring Barcelona. I have a flight to catch. أقولكم ريوكم كل شيء كل إنسان عاد حسب ليه بقى أنا مثلاً تهلت على كرواسون واحد ويونة بيض هذا بالمشروخ. وكان قطيعات جبن مال هوش على هالكبير ما لدهن وبديت فيهن كلهم تندمت اني ما صوتكم اياهن ابراهيم المهندس سيروح هناك الخبير سيروح ابو ياخذ زين قلت الفاكهه هاي اللي خبرتكم عنها قلت لكم فاكهه شتويه محطوطه بعد القطع عندهم هذه شرات الكاكاو هو مو بكاكاو باع في السبن صورت لكم اياهم من كم يوم وجبان من كل يمكن 10 انواع جبن خدت من كل نمونة فنخ 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 أو قطيع 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 يعني واحد بس الحمد لله العظمى لريوك خذ عناية
señoras y señores. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Good evening. Masa al khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Las relaciones entre Emiratos Árabes y España son extensas. Lleva 46 años desde 1972. Un año después que nació nuestro país, Emiratos Árabes. La ruta de Etihad, Abu Dhabi, Barcelona. كلام هذا أنا زين. هذا جاكيت عمره بقول لكم يمكن 27 سنة. اي والله هذا أنا. يلا يا أبو إبراهيم تفضل. والحجر بصور لكم إياه يوم برد الحين الدنيا كلها لايطة كلها لايطة حن طويل ريج كل الكشرة اللي في الدنيا. أنا مبوني من في خاطري أصورها أقول لكم من الصبح من البارح، لكن من جيت عازم تفرر كل شيء، لكن ما علي. من اليوم لين أخلاف، من الحين إلى خلاف عقب ساعتين ولا 3 ساعات الأمور بتغلي كلها طيبة. إيه والله صورت عمري شفتون ما زين ما شاء الله تبارك. يا أقول لكم لكم وزن أظني 10 كيلو يقطع الشبت كثر ما هو ثقيل، لكنه فنه عالي يدفي رقم واحد. طبيعي الله يحفظكم إن هذا فندقنا اللي نحن فيه من أجمل وأشيك فنادق شنتية يا منو يا برشلونة. ايوه هذا حينه بحينه، وهذا زيتونهم تحت ابدا لا يقطعون وياكلون لما طلعوا. هذا فندقنا نحن، نحن ساكنين انا في الدور 21 وخبير السناب في الدور 20. كل هالدنيا حيضان وكل هالدنيا شو بقول لكم، وتحف ويا الاستنغاوي وزيتون معمر وامور والبنفسج ناهيك على البنفسج، وين ما تصد ابوي البنفسج لاعب لعايبه في كل كورنر وكل مكان وكل موقع، وين ما تصير من فراش قاصر عليهم بس ما هم تغذي بنفسجية. قبل ما نظهر بنصور لكم الفندق لوحة تنبيه قرب الله الخبير وين تنبأ ناك توا خطأ. الله يبوكم لو يعطوني عدالي لو يعطوني عدالي يا ما تسبحت في هالحوق. أنا أبوه ها الخبير فيك تسبح؟ انت لازم تتعوطس الا من شفته. شوف الله عليكم شوف الله عليكم شوف هاي المارينا مالتهم ابو ابراهيم مره، وهذا مكان كله مطاعم ومقاهي وممشى. شو بقول لك بلادهم فنانه سبحانك يا رب. والمبنى ترى ما فيه ولا طابوقه ولا بلستر ولا سميت، كل حديد كامل حديد من قمته لين ساسه من ساسه لين راسه كل حديد ريج. شو بلاته ما زينها والله يا ابراهيم اقول لكم جاينا صاحب صديق عديبه هظني من شهرين لو شهر ونص متلاجين اخر ودي في وين متلاجين ويا في الحرم في مكه شرف الله يعني جده وبتنا ليلة ونهار ثاني سرنا مكة اعتمرنا اللي هو حمد بن صالح الرميثي الله يحفظه. هو موجود مع والدته الله يحفظها وقال اللي بيخطف علي بييني مخيب الباب ما تبلمه. نحن ياسين ترجع دحينا على أساس إنه بيوصل. المداخل الفندق غريبة، هذا المدخل روح لوبي في الدور الأول وهذا الحين في الدور الأرضي. الحين من تظهري إنك هاللي حال هالبرام هالدنيا هالاستقبال هالسيعير هاوين ساير والياي يعني وغرامهم زيتون. بعد شوف بلادهم نضرب بالوصوف الزيتون الأسباني زيتون الأسباني نضرب بالوصوف
لا يختلف اثنان في جمال المنظر والموقع، وصرومهم منخيلهم عواوين، ها الرطبان من ما تهي النفس. ها وهذا ابوي المارينا تشوفها تحت، وهذا كرنيشهم هناك بحرهم. بلادهم متنوعة، عندهم صحراء وعندهم نخيل، عندهم غابات، عندهم انهار، عندهم يبال، عندهم ما شيء في الدنيا العود وهو ما موجود عندهم. قرب الله تم ويا من حق، استغفر الله المسلمين يوم هاك اليوم يوم افتتحوا هالبلاد وعمروها ودخلوا فيها الاسلام. شو خلاهم يردون؟ شو ردهم؟ يقولون ما يقولون من هل؟ ما يقولون المسلمين الاول كانوا في اسبانيا؟ ليش ردوا؟ ليش ردوا عن هالبلاد؟ الله العظيم يعني ما عندهم سالفة، والله العظيم مفروض انه يتم يتقبضوا بها بديهم وريوه. غلين كل موقع، هذا الدور ليه فوق، هذا فوق كله بعد شوبينج سنتر، هب شوبينج مطاعم منقية، وليه تحتها كلها نبوية كوفيات ومقاهي ومطاعم وسيفود. ها وانت ساير، ها دور ما دار المارينا وانت ساير، ها مفترايين طحنت الزمان في كل مكان. يوم بتصد بالله قالوا لك هناك حالة تم ما أدري شو. أنا أبوه ما يتوبلون بخبركم. المراد صبرا جميل وبالله المستعان. ما أبغى ميضها هالرجال يرطن على كلبه بالأسباني، الكلب يعرف أسباني ونحن ما نعرف، طالعني بعين نقمة. سمعتوا بالله عليكم حتى كلابهم تعرف أسباني. الله العظيم سمعتوا عجيب، هذا يقول خرب الله. يميز أقولكم برشلونة اللي يميزها في عز القيض عندهم، في آب لبنانيين يسمونه آب اللهاب، في آب عندهم درجة الحرارة أعلى شيء 24، وفي الشتاء مبشرات البلدان اللي من غير 16 تحت الصفر و20 تحت الصفر و50 تحت الصفر، لا أربعة، أبرد عن أربعة ما تستوي، ما تشد استوت الحرارة عندهم في هالبلاد أكثر عن أربعة، أدنى عن أربعة ما تستوي. فبلادهم الحمد لله من أجمل الأوقات عندهم في القيض وفي الشتاء، صيفهم وشتاهم كل معتدل وفنان. وبلادهم مثل ما قلت لكم تربطها علاقات جميلة مع جميع دول العالم، شعب متحضر مثقف فنانين، بلد عريق من آلاف السنين. المهمة وايدة عندهم هذا البحر اللي تشوفونه، هذا البحر الأبيض المتوسط، ما تشوفوش قال أبيض ويلك، ها ما سموه عبث، ما قالوا أبيض وهو مدحل، ما قالوا نهر وهو مدلخ، لا قالوا البحر الأبيض المتوسط. طعمه بيضها يلك قادي لون لولوي قماشي، بعد شيء خير عنتي اسميك يلي سميت ما شذبت. اقدم الجامعات الاوروبيه الموجوده في وين؟ في تشنتيا برشلونه. الانديه والنوادي الموجوده في العالم، نادي تشنتيا برشلونه اللي هو نادي برشلونه الرياضي معروف عريق، له جماهير وقاعده جماهيريه لها اوليه غير ما لها تالي من كبر من كثر حجمهم. وطالع هذا ساحر الطرف الثاني، هذا كل واحد شوف بلعي هذا كل امتداد، هذا كل امتداد كرنيش واحد وبحر واحد. ها 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 هذا فندقنا نحن، شوفوا ايه ذاك، ها الابيض للطرف هذا، هب هذا اللي كان قبل لي وقعد لي عداله. ها فينا نحن نمشي هذا المكان كله، وينا ابوي هذا على وين حاجز الامواج او كاسر الامواج، والناس سير تمشي، ها خري من رساير ياي. وهذا أكل يخت يا سعد حظه، ما يندرى منه ماله، ما يندرى به منه ماله، هاك اليخت عاد بلادهم، بلاد الإخوت، بلاد العز، بلاد الأناسة. تصيح اذنيك يا هلال بن محمد، تصيح اذنيك يا النوخدة، تصيح اذنيك يا هلال بن محمد. شوف الله عليك يا ميمه بيمه، يا ميمه بيمه تلوب في هالبقعة، وبحرهم صافي لا في الدخة لا في همك الله، عن بحرهم عن أبوه ما تشوف شبه ما يدور فيه، نظيف والله يا أبوك مينه نظيف، لا في ريحة زفرة ولا سهجة ولا
عندك ولا لوث، لا حطب، لا بليوت، لا تواير، لا قلانة، لا شيء لايث، لا شيء فطيس، لا شيء مربع. أنا أبوه حاطين مشاخل هناك، حاطين ظنكم مصفي في أول المحيط. شوفون هاك الرجال اللي روحه هذاك، هذا الله يحفظكم، هذا أمه إسبانية وأبوه إنجليزي، وخدمه يوم ياهن البلاد هذه كان يدرس وخدمه، واستوى هذا وعنده أخت توأم، خدها واحد من هالفجيرة حظني وعايش الحين هناك وياه في الفجيرة، وهذا تم وحيد متعلق في أخته، وودروه اللم واللبو انفصلوا، وادم روحه ويازم أبوي كل يوم دمبك ساير ودمبك ياي، ساير ياي ساير ياي، وخاطب اللي وحده، خاطب اللي وحده من رواعي الخور، خور فكان وما طاعوا، قالوا ترى هذا حين يوم استوى هني سوى فيها البلاد واعتنق المسيحية، قالوا لأبوي تبع لبنية قد مسلم لحق قوم أبوك، تم على جيلك وعلى مذهب كل أولي، وبني أبوسك راعية خور فكان، يا غير بن تميت أبوي كاثوليك، لا والله يوم بتغدي مسلم مرحبا. صار كم مرة بمرة صار عند خواله، صار لهم الخور، يا غير ما طاع عقر وما استنقى سيرة الخور إلا وقت الحر موت، قال لا أنا ولا من يلس فيك أنت يا الخور، لا والله برد بلادي أبويه برشلونة بيلس، وهاكو يالس حينه من يوم هاك اليوم من يم الخور، وهو كل يوم يظهر أبو على الكاسر هذا اللي يصور عمره شرق وهو يقرب، يصير شرق صور عمره، صار غرب صور عمره، وعلى هالحال وعلى هالشل لين يومكم هذا، لا هو اللي طايع يليج فرض الله ويرد الخور ويوزونه ويعتنق الإسلام، ولا هو اللي طايع يقر في بلاده، فحين ما زب على هالحالة اشتغل في محل مال يبيعون شوارمة مال ديليفري، عطوه دراجة وعايش حين بخير وسهالة. عاد بيسمع الرمسة ترى بيصدد، ترى كل ما بصحيح الكلام اللي قلته. مليون مرحبا، هلا 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 وغلا، مرحبا بريحة السمحة، حي برشاب وهلها، هي بريحة الطيبين، مرحبا. طب احبك عادة ما شاء الله، قول والله ايوه قول واحد هاي صورتك هاي هو طب احبك ما خن الا ريحك. حالك ربك بخير، كيف انت؟ هذا الخبير، مرحبا بالخبير. اي والله الخبير اللي منور برشلونة يعني، تسلم. يلا هنا مرة، واللي ما حصل إلا في السفر سبحانه وتعالى، واحد حصلك مو عاد ما راح لا خليت منك، لا خليت لك هاي مدهوشة، ما يسمونها مدهوشة، لعوزتني كلها كلها وقتها كلها لقمة واحدة من عند الوالدة. ايه يلا يطول العمر، مدهوش ما ادري شو مدلوش مدلوش هو قاعد لا تودي له شيء، ما تصير لك فاضية بمتعد الحين، باخذ لك اسبرسو تبلعه. يلا ما في مشكلة. يلا يلا اقول لكم هاي لعبة بس عند الاسبان، اللي هي بدال ما تعرف عن كرة الطائرة ان باليد، هاي لا بس بالروس والكتوف، بالروس والكتف الريل، اليد ممنوع تدق الكوره، واشوفه ما شاء الله ينقزون على كراع قو العفاريت اللي في الدنيا كله فيهم، واللي بيدق الكوره بيديه هذا خلاص يعني عباره كانهم غلو ولا شياته، يلعبونها بنات وجايين. هي والله ها حمد؟ اي والله ما في محيله. اي سبحان الله. استعيبت انا منهم. ها روحي استعيبت. يلا وريونا ونخسر. وين الريد؟ يلا شباب. ظهر وكل شيء الا الريد. الا اليد. ايوه. عشان يتدربون ويا ماتشو برشلونه متجدد؟ اي والله. منهم من هذا. يا الخبير. يلا ابوي. يلا. وين انا وين بتودينا؟ بس تصبح. هاي يوم اقول لك العواضد النخيل، هاي هذا عاضد. يوم يقول لك والله نخلهم فيها عواضد اثنين شرجي وغربي، هذا الشرجي وهذا الغربي، عاضد النخل عاضد، هذا هو العاضد من أول النخل المزرعة يعني إلى آخره، هذا يسمونه عاضد وهذا عاضد، سبحان الله. يعني العاضد لا يقال إلا عن النخل أو المزرعة اللي فيها خط مستقيم نخل، فلذلك بين كل عشر نخيل يحطون فحال واحد، بين عشر نخيل حطوا فحال، ليش؟ في حال قدن عواوين نخيلهم ما في داعي حد يروم، إذا ما حد رام يرقاهن النخيل حيث هن عواوين، هذه منهن تلجح الثانية، يكون الفحال ينجح النخيل اللي من غير، سبحان الله.
الحين ابوي قلنا لهم ابوي هو صار ما ي... ما ي... ما ينصبغ بابيض يا غير الناريل لازم ينصبغ وكم من ناريل عسب اللي هي الصبغ ها زيتي ولا لا 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 يحطون ماي. نوره نوره ويا ويا شو اسمه هو هذاك اللي انا احطه مبيد فطري مبيد فطري يخلط المبيد الفطري ويا النوره النوره ترى ما بلازم منظر جمالي للي ما يبغي اللون الازرق ولا هو اكثر اللي هي للي ما يبغي اللون الازرق يخلط ويا نوره فيازم اللون ابيض لكن هو اللون الاساسي ازرق اللون الاساسي ازرق انا السنه اللي بتلاحظون في بيتنا الاغلبيه الزراعه كلها من تحت لون ازرق يعني يا ابو محمد ما خبرتنا ليش انا صرت اخذت صبغ هذا مال الفي بترول وصبغت فيها وماتت خبرنا ان الدواء هذا لا 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 يعني هذا لا هذا يحطون مبيد فطري ربعنا ماشي صبغوه بزيت راح الشيره الله يعوضها مع خير ما عليهم باس شو هذا اللون برتقالي قلتلكم بصور الحجره هاي ابوي حجرتنا ها ابوي ما صورت الحجره ناوي اصور حق ال... هي والله هي والله هذا حمام هذا الجاكوزي وهذا هني ها شوفوا حليل والله اني توني يوم ظاهر مخلي كل ساماني نطره يثور لانهم روح مرتبه وقشاري كله ها شوفوا حليلهم ما زينهم ما خيرهم هذا الله يعزكم بين البيبي والكاكا وهذا ها نصبح ولين بيت عايز من عقب الريج يجلس ابويه ويدهج عمره هذه تشوف هالكبتات اثنين مخبيات هل اللي بيقرا اشوف 2K 2.1K هاي شنو طاتي خرف هذا هاي هناك هناك جويتياتي فتره تم اصور اي حد في الامارات انتشر الموضوع يقول له بيك كمبيوتر هذا اخوي تبغى كنا نمشي هناك ما قلت لكم هذا اقرا الى الخور خور فكان شوف الحصه هذا اخوي نحن سبنا جينا الحصه هذا وراعي الخور هناك فوق اللي خواله قلت لكم الخور ما كان في ديسكفري نزل انت ام تي في ديسكفري والحين حمد يقول بوديكم الطرف هذا الاتجاه هذا اليمين ما بالاتجاه اللي توكم جايين منه توني اقول خلنا نسير الطرف هذاك من هاك يسار قال الحين حبيب بوديكم للطرف هذاك يمين وبرد من داخل المدينه وبرد ان شاء الله ان شاء الله اقولكم ابوي عقيته هنا الطربال هذاك اللي علي ما رمت البجز هذاك ابوي حق لندن يصل حق يوم ما ادري كم تحت الصفر مت من الحر وريت نشيت ابوي عقيت طربالي وازمت هالنمونه هالسويتر هذا اصورهم القفول جسر الحب هذا ها هذا كله قفول ابوي للي متعاشج ويا وحده ومتحابين ويحب حرمته وما ادري شو يونا وين يقفلون حبهم هني ها ويسافرون و90% من اللي مسوين هالسالفه ابوي توادروا ويا حريمهم وتضاربوا هم حلو قفول وتبطلوا وتبطلوا بس توادروا والله الحين هذا ابوي ناتق هذا الحين الطريق مبدلنا له فيه حمد رميدي هذا فندقنا نحن شدنا الاتجاه هذاك نحن خطفنا الحين على جسر هذا جسر ما أدري شو اسمه جسر القهور بنقبض أبوي الدرب هذا ها ليه تشوفون هاي أبوي سيفة ها وانت ساير خط كامل والله بلادهم حمد فنان الدار هذه حمد متى عز هالمنطقة هاي اللي نحن فيها حين عزها حق السياحة ولا عز البرد لا عز السياحة السياحة طال عمرك في شهر 6 في الصيف هي. اي مدينة بحرية في الصيف شو تولع والله هالمكان اللي نحن فيه هذا هي على البحر واللي يصير بحر ويخوت ودنيا وناس تمشى داخل له حر وجو جميل نعم وطبيعة حلوة نعم وناس مرحباينيين ولا حد يغذك شو رايك؟ اللغة شوي شو رايك؟ في اللغة رقم واحد هالبلاد محمد رقم واحد اي والله اقول لك عيونك السنية اسبان هولا اقول اصبر علي هم ترحيبته ما تطول تترياح عقب ما تخلص تتغمض مسكين تقول انجليزي يرد عيد من اول حليل مشينا هذا الطريق بطوله لين نص المكان هذا خطفنا بهالممشى والحين بركب الطريق هذا الطريق يوديه الى وين الكبارات حمد وين بنصير نحن الحين بنصير طاعتك عند اللي يبيعون البسطات تحت
ايه انا نسك شربت شيء زين وعقب ما نوديك الشبره شبره شو شبره خضراء وفواكه ولحم وزياي وسمك اللي تبغى توكل على الله. تشوفونها انتم كلها ابو منطقه اليخوت هذا عاد وقت الصيف يا هي مردفيسه مردفيسه يود اخوك عن ابوك يود اخوك عن ابوك. شوف شو تبلع عليكم شوف اليخوت شوفوا برباره هذا يا ابوك وين بداوا يبسطون توش ويا وحين الباعة اللي يبيعون واللي ما قايل عندك ودونك شوف يسدكم يا ابوك. شوف اليخ شوف الله عليك اليخت اللي هناك حمد حمد شوف اليخت اللي هناك هذاك البيج يا ربي دلمة مكتوب عليه كأنه دلبار 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 له دلمة دلبار دلبار لازم بصور لكم إياه هذا أنا يا ربي يا هو يخت يا ما بيطيعون والله يقبضون لنا عصا هي نادي برشلونة جايين هالعام أنا بنصير بهم وايد انا ما ادخل انا على البابه ليش انا مدريدي اي ما شوف الله عليكم لا وايد يا ربي مكبره ما شاء الله ما شاء الله يعني يطيح بحر ما عليه ما يعود ما عليه باس بر هذا ينطبق عليه يقول لك ليه ما شاف للحمه يتعيب من الريه نحن قبل ابوي ما شفناها كل ورا هذا مكتوب عليه قلت لكم دلمه شفنا هاي الكبار كل واحد خمسه سته ادوار ما صديت ولا شوف اتحراها هذاك اتحراها بناي والله يا ابوك اني ما دريت بهن يخت ظهر ابوي هاك اليخت يعق 40 من هاليخوت امهات خمسة ادوار في بطنه 40 يعق من هاليخوت الكبار لا اله الا الله سبحانك يا رب. حاليا في وين؟ شو اسم المكان اللي نحن فيه هذا؟ اسمه والله عداك كذب ما ادري انا حوط على ويدي وين عيبني سد. هي. اشوف الزين واتبعك. شوف انت. هي. ما قواك ما اقول عنك شيء. زين وهني هاي داري انت قبل عندي عاد دليل راعي برشلونه مطر هم حوطوني هالبقعه رديت احوطكم فيها وين حوطوني حوطكم. صيح اذنيك يا مطر شوف طلع عليكم هالمكان. طالع البقعه هاي يعني راعي السيكل. ما علي لا باس. اكل يخت اليخت بني بني مندور شي حوله والله؟ انا راح احوط كان المناطق اللي نهاريه لازمها الصبحتي ايوه ما ها ما ي... ما ما شيء فايده في الليل في الليل ما يفايد على عين النهار على عين النهار ايه. لازم وداخل الليل كله سبحانك يا رب هذا هو مو هو محمل هو ما تعرف ليش لكنه مطعم هو عباره عن مطعم هذا هو عباره عن مطعم مره على الفرضه على المارينا هاي البلاد مكبرة مو من الأبوام الأولية من أبوام هالقصور يقول حمد إنه يمكن أبوي هذا ما بمطعم هذا ما سياحة إيه أظني ما سياحة كنا شيء سياحي ما بمطعم ما. تدخل شو تسوي مدافع ويا ما عندهم يا ما يرى لهم ولا بنعرف لهم شو يقولون ولا بيعرفوننا لا لا هذا مال القراصنة الأول ها القراصنة اللي أبو المثلون ها هو البوم مالهم ها علم شوف العلم وين ها يقول والله يا أبوك يا ما صخيت عني لخلي علومك قب الدقل الخيبة يعني بيرقى عالي الدقل هذا قب لا ما بيخر يدن عليه أذان مكاوي من قب الدقل يعني. يوصل يوم يبقى بينه وبين واحد أداوة يوم يمرون تحت لا لا لا, لا ما ب... انت ما فاهم الموضوع هذا يوم واحد يبقى يشرد لا يبقى يواجه حد ولا يهزبه ولا يعايره قال برقال قب الدقل هناك هذا قب الدقل انه هاي العبارة انتصار فيكتوريا انتصار فيكتوريا يعني اسمها فيكتوريا وانتصروا فيها هاي القراصنه يقول لك هاي السنين هاي سفينه فازت في حرب من الحروب هي فازت ها ها شو عيال في قراصنه بينتصروا قراصنه بعد دراهم بعد بالشر يغلب يرقاها يركب فيها وقرصان هي نعم ياخذ امك عمك بعد شو تبع والله كان قرصان لو غيره لكم هاي السفينه سفينه واحد يسمونه ماجلان هو اللي سوى الخرائط اللي في الدنيا العودة وابتكر الخريطة
بس شرق هلي غرب هالنهاية خريطة تصير شرق وهاي الخارطة البلاد الفلانية هاي خارطتها وعلى هالأساس عقب جسموا الأراضي في أبو ظبي قالوا فلان الفلاني هاي خارطة بيته والمدرسة هاي خارطتها البقعة الفلانية هاي خوارطهم هذا هو اللي ابتكر الخوارط الرجال هذا بلاد وين من البرتغال ويا لين كنتي إسبانيا وهاي سفينته من طرح ابويه بجيباله وحباله وخرباته وابوي علق صناقله في هالبقعه هيا الاستقاله له ابويه هذا قصرها وهلا قبرها ما تحترج من هالبلاد وعطوه ابوي الجنسيه الاسبانيه ولا هو ابوي من البرتغال لا يخصه في الاسبان لا من باب ولا من سبعه ابوي وزبن عندهم يازت له البلاد وخذ وحده اسبانيه يسمونها تريسا يسمونها تريسا وياب منها ثلاثة اولاد وبنتين البنات الهنتين واحد خذوهن من هالحبشه والاولاد خذ وحده من 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 اميرات ما ادري وين بعد واثنين تموا ما عرسوا هاي اكثرينه واحد منهم ماله في الحريم مره ابدا بخبز بلبن ما يخصه في الحريم واحد منهم بيعاري لوتي خمار زمار من يابته تريسة لين يومكم هذا لين نشو مات بس هاي قصة يلا هذا المليج هذا المليج اللي ملت بما جلال ملت ومات سمعتوا هاك يقول مات وخاسة هذا لا هذا أبوي ملت ومات عقب ما ملت بما جلال حنطوه وتمت وقفته مشاهد أبوي السفينة ما جلال وهاي وقفته متحسر ليتني ليتني ما ملتش بك يا ماجلان شو اللي خلاني املتش بك واخليك تعرس ويكون انت ويهك مقرود علي قردتني من انقرده تمت هاي وقفته وحده يلا ردنا نمس خلاف هذا والله يا البلادين هما ما تتودر من زينها حافظ عليها من دار والله يا ابوكم ينهى بدار عليها رضوان من الله يا سلام سلم يا سلام ما بطيح ما علي باس ايش هرب اللاته انت طالع انت بحرهم شوف اليمة هاي تحت يمة شو هاي عومة شو هذا عومة عقب يمة البحرين لا يا اسكت عادة ثلاث صوافي يا شتوت ترى الوحدة صافية والهنتين حلالي والثلاث شتوت مشات شوف سبحانك يا رب شوف بلادهم هزينها يا رب فندقنا غط عن غط غط في الدوربين ذاك يوم يقول غط في الدوربين هاك غط في الدوربين ما يبين يلا يلا يبين يهب الكاميرا هاي الفنانة ما يفتح اي والله والله يا ابوكم يا بلادهم فنانة ورخيصة التذكرة بعد التذاكر ما بغلاية لين برشلونة إلا طيران الاتحاد حينه أسبوعيا ثلاث أربع رحلات ابتداء من شهر واحد كل يوم شيء رحلتين هنا في الأسبوع رحلتين لو ثلاث أعتقد ثلاث رحلات وابتداء إن شاء الله من شهر واحد بيستوي في الأسبوع 14 رحلة سبع ساير وسبع ياي هاي هيلا بيس دمبك ساير دمبك يقولك دمبك ساير دمبك ياي هذا هو يا طرق طرنق ساير طرنق ياي حد يقول دمبك ساير دمبك ياي شوف طلعيك بلادهم مهزينها هاي ما ينرى مكان بيت النو الأول بيكون ها مدير المينة شو هاك ويمت يا ربي لا يعقى لا طهاف ولا طوفان ولا شيء طالع يا ربي اسمي لي بنا وأسس دار حافظ عليهم هالدار مقواهم ترى المعلم هذا لهسم يا غير اسمه انا ما اعرفه اسمه ما اعرفه ولا بلاد من كبره شفتوها اللي يظهر في اللي في وين بكادلي سيركس شرات لكن هذا كبره بألف ودية هذا ابوي اسمه كريستوفر كولومبوس هذا اللي تسمعوه به كريستوفر كولومبوس هذا ترى هنيها ذوها وينعث العرب يصير هناك يشر بيديه طرف هذا كريستوفر كولومبوس صور هذا حين شوف قرب الله حتات الرأس ما يدى البيت قرب الله تسمي اسمي على يز يقول لك يز هاي هي يز
الله يا حتات الروس ما يدل بيت بين كل شعره وشعره بين كل شعره وشعره شعره لا اله الا الله هربله الله مغلظ راس مغلظ راس مغلظ راس حتات الروس ما يدل بيت تم وين يدور بتي تمشي من 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 السيفه هاي وين نحن ظهرنا قبل وين جسر لي عليه القفول خطفنا على الكافيهات وخطفنا على اليخوت وخطفنا على كولومبس وعلى هاك الرجال اللي قبل شوي عديته هذا يظهرك بوي سيد شارع حيسموه شارع الرمله الرمله هذا شارع رصيف تمشي فيه في النصيفه البسطات والمقاهي والعالم والساير والياي والبندليج اللي في الدنيا كله موجود عندهم في هذا الشارع جايينا بدال الودية ثلاث أربع وديات جايينا شارع ممتاز وجميل وهل بالبسطات يبيعون كوفيات على يمينك ويسارك هذا من أشهر الأماكن بعد عندهم جميل وغاوي الجو لطيف بلاد بلاد أقول لكم بلاد عليها رضوان من الله والشارع هذا ما باسمه الرملة شيء اسمه رمبا شيء من هالقبيل لكن نحن كعرب يعني ما حد يجيب اسمه بالضبط شارع عريق قديم المأشي يعني من أقدم الشوارع في شنتية برشلونة لكنه جميل يمتاز بأزغته الضيجة يعني اللي في ليدر هذا اللي ساكنين في البناية هذه يزقرون على اللي في البناية هاي توايبود بين هذه وهاي 5 أمتار يعني هاللي يميز الشارع والبنية اللي فيه كله قديم من أميات السنين لكن له سر تسمية هذا الشارع له سر لكن أنا شو ما أعرف الله يحفظكم اسمه الصدقي رفلة 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 شيء من هالقبيل ونحن الناس اللي يصيرون ويون على السياح يزقرونه الرملة شارع الرملة مثل في لبنان الرملة البيضاء الرملة البيضاء هناك الرملة البيضاء وهني لرمبا أو نسيت والله اللي هو هذا البلاد أبويا هاي خادمين هالهرم يقول لك الرومان ما قبل الميلاد قبل ميلاد سيدنا المسيح وتام أبوي على ما تشوفهم شيارها بنيانها القرن الأول قبل الميلاد ولين يوم كم تام هالنمونة كل يوم اللي يعدل واللي يهدم واللي يبني واللي يبيع واللي يشتري يعني لين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي نعم الشارع اللي نحن نمشي فيه طوله ما يندرى بكم عرضها أظني 100 متر لكن طوله ما يندرى كم كيلو هذا في النص هذه الكبرة مالتهم كبرة أما تشتهي النفس وترغب من خضرة من فواكه لحوم سمكان حبات الريح اللي في الدنيا كلها فيها وإن شاء الله حين بندخل ونصور لكم شو موجود في كبرتهم الشيء المميز والشيء اللي يوزلهم يلا لبقت الإشارة خضرة للمشاهد عليكم شوف أنت شوف صناطوين صناطوين كبرتهم صناطوين لدور ما دار الكبرة هاكلهن صناطوين كل صنطوانة لو يتلاوون عليها 15 نفر ما راموا يا ربي يا هيدنيا يا هيدنيا يا هيدنيا يا هيدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن يلا هاي أبوك روحه منظر يمد بالعمر طلع عليكم منظر يقول لك الشريف هني بلاي حب والله سمع الكذب اي والله صدقه هيك بابراتي لابو الفاكهه اللي قلت لكم انا احبها هذه هاي الفاكهه اول ما اكلت انا منها كاكا هاي هي هالكاكا هاي تشابه الكاكا وهي ما بكاكا توجد في سبنس احسن نوع عندنا في الامارات يوجد في سبنس لذة في الكون كلها فيها تاكلها خذ حق امك خذ منها على تنكل مثل ما تنكل التفاحة ما شاء الله هين ما تتيلف ما يقشرونها رقم شكر ريج أقول لك شكر نجربها عيون نحن ظاهرين هي هي إن شاء الله بنيت ويل كم ويل تيك فروم ذس وان ثانك يو هذا اللي تشوفون الفلفل هذا يقول لك لا هو بريج جهنم نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة هذا مليون نمونه ونمونه وقوته يحسبونه بالألف 10,000 15,000 20,000 30,000 والدنيا مطرجة فلفل اللي في الكون كله موجود يقول لك صاروخ ها صاروخ هذا الصاروخ ها سمعتوه ليطرون صاروخ صاروخ هذا صاروخ لا تقولون في الهند
ولا في كيرلا شرق الارض ومغربها لا، بلاد الدقوس والفلفل بويثرها اسبانيا وبالذات برشلونه، وكل قاسم بالالاف ما شيء يكي ودتوه واحد واثنين كلها. شوف شوف طلع كلمة الشات يا سلام سلم عقد. اي والله هذا مقمش الله العظيم حفيز كامل كله في الفريج الخاطر يتقرب ناري. شو بقولكم شو بقول يا سلام يا الفيفاي اي حافظ عليك يا صديقي. شو بقولكم ما شيء في الدنيا يعد ويذكر الا هو موجود عندنا. هذا الحبول لا تدور حبول شرق وغرب هذا انها كل مطرق بهاي الجيمه حبول مال شو عاد الله واعلم به حبول مال شو العلم عند الله. وهذا شيء جاشع شيء سحنا شيء ساردين شيء لك 600 نمونه ونمونه يا غير اهم ما يكون عندهم هذا المطرق الحبول 13 يورو 13 يورو 90 بعد كبرة السمك عاد الحين هاي السمكة هاي وين منها هاي سمكة خلفان اسمها لا هب سلطان ولا خلفان هاي هي يا رب هاي شير هاي سمكة شياطين شواص 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 هنا يا ربي سبحانك يا ربي شو القبقوب قبقوب حي ما كبرهن والله يا ابوك انه متعه متعه هالبلاد يبي حد يصير ويا عاده اي والله رد هالماي لو قرحت رميثي بوي بيموت على السهجه بيموت على الزفره يا ربي هذا ابوي عرجنا نحن الامارات يا بري يا بحري راح من الاثنين وحد من العرب واغلبيتهم اغلبيه الاوادم عندنا في دوله الامارات بري بحري ما شيء يبارون ما شاء الله عليهم على السجي والثبر هالبحر وهالبر في القيض مكان في الشتاء مكان هات تتنقل اللي تبى هاي الساعة اللي تباوي يخدمون لك إياه هاي الساعة حار بحار ما شيء إن بغيت نغر إن بغيت أخطبوط إن بغيت لحم كل شيء تبى يخدمون هاي الساعة هاي الساعة يخدم ها كم طباخ 12 طباخ أبوي وراء 12 طباخ اللي تبى يخدمون لك إياه وانت واجه إن بغيت محار بغيت شو بقول لك ها ها ربيان بنواع غارب بنواع شو بقول لك يعني لا يخطر في بالك انك انت تدور شيء ما بتلقطه كل شيء عندهم من الاجود والاحسن كل شيء عندهم سبحانك يا رب رب العالمين الله منعم عليهم رب اعطاهم ما نسانا يا ابوك شو بقول لكم والله يا ابوكم لو بصور 6000 جيجا ما بتسد 6000 جيجا ما بتسد اصور هي والله شوف الجمال شوف الجمال التنسيق والطبيعة وشوف الناس تمشي كل في سبحانيته لا شيء بغيم لا شيء حسد لا حد يقول لك هذا باع وهذا ما باع وهذا اشترى وهذا دخل وهذا عنده وهذا ما عنده ما شيء بغيم ما شيء بغيم بغيم ما شيء يا ريال ما كان محد إلا أنا باغم الله يا أبوك ما تقول هاي الشبرة يا ربي يا ابوكم اللي بي برشلونه ما بي هالمكان غلطان ثم غلطان يوم اقولكم جيت انا ثلاث وديات لو اربع والله يا ابو شوفوا بالله عليكم شوفوا شوفوا الحين على يساري شوفوا بالله عليكم شوفوا ايش يبيع كرشه شفت الكرشه يا غير تحراها ابوكم خليه نحل يا ربي الكراعي راعين والكبود والكرشه والمعلاق كل ما يحبه قلبك يا رب واللي ما ياكل هذا ما يعرف ترى ها شوف ها هاي عكاوي عكاوي ها هاي ابوي يا سلام واللسان هي خلت اللسان هذا هذا الديون يا ربي يا حافظ يا حفيظ عرب ينباع اي نعم صدق هو الخيب اللسان شوف الكرشه ما انطف انت لا تلقط لا تلقط ابراهيم لو كروش بنادمين شوف حتى منظر نعم شوف 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 الظلوف شوف الظلوف ما زينهن واغمي عليهن يا ربي اسميها حياه اسميها حياه يا حافظ عليها من ذا
وهذا الحين موسم الكستن على الكستن عاد من هي من هي هي هذا طماطم تحيدون لي في لبنان جبل نصين عن فص اي نعم طماطم جبلي هذا الطماطم الجبلي اللي يظهر في لبنان الاول عسل حدث ولا حرج بلادهم وحبوب اللقاح شو بقولكم حلويات والبسكوت والشوكليت كل شيء ابو العسل كل عليهم عسل. هذا فنان شو هذا عاد تقول مثل يسمونه مال الكويتيين البقسم بقص هبقسم درابيل هي. بس شو شكر درابيل مال هل شكر من الجمعية خلصت في يوم واحد والله ايه انا قلت بخلي حق الصغرة كلها شوف انت في ساعة لذيذ ايه فنان حلوياتهم وهذا دنياهم كلها حلو هم كبرهم فناني خربلهم الله اي والله صدق يبلع عليكم هالرومي هالدياي هالرومي اللي مرومنا هي شو الطويرات ارانب ارانب ارنب هي الارانب اظني شيء طيور عندهم هني بيكون البيض روحه شوف انت البيض روحه لك نمونو نمونو يربعون وراها كل بيعود خيب هاك بيض وزبة شو بيضة هاد شيء المثل الكبر مع النعام اللي بيطلب ابويا ويلس هو يمه ولا ويخته ولا ويربيعه ولا ربيعته ربع بهمجان يلس ابويا يطلبوا من هذا ها قبقو ومحار وصقول ها يخاف الليل يحتاج اي والله ها طع الواد من من غير كله طازه سيفود مجانا كنا لحم اي نعم اليوم ابويا متهلعين على اللحم في اسبانيا يقولون شيء عندهم وجبه وجبتي لحم مشواي شتف ولا ورج ويخدمون التيشاورات المشواي بالتنور من غير تشتهر فيها البلاد وان شاء الله نحن حمد خبرت عن قلت حق حمد حمد درت حق منو خبرك عن الورد هي عن مطعم مطر هي شو يقوله هو يقول مطعم فنان من الاخر يبيع أوه. هذا اللحم مشواي لحم مشواي شتف شو يقول لك ما قد ربع في حياته مهمس شوف انت يقرقطونه يقرقطونه يصبوا عليه هاي المرقله من وفي زين مطاح بطن امه وهم اللي يقرقطونه ويطعمونه ايه ما ولا عضل مره لين ويذوب سبحانك يا رب شو وقطر من شحمه ويردون يدهنونه عليه لين يصير وينضى اي نعم يلا نزيش علي لين ينضى نزيش علي ما ادري منو نشف لهم ثانك يو شو يبى؟ هذا ولا من الهندي بتبرع ولو شاف وجهك الهندي hey. اسلم طالع وجهه طلع يكون هندي عرف الله تم كذبه كذب 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 عرف الله هلا احجنا لين بحر يوزه يا ويلكم منه اها والله انا بسوي لك شغله اخي دخلت اكثر عن هذا الهذربان اي hey والله او نهار بيع بعد ابو مهنود يعني يقول لك مرحبا بالعربي بده تبرع للهند والله العظيم البس بس جي وتعالوا تبرعوا بعض هالشوارع كلها وحين ابوي ها يظهرك هذا الشارع بعد على ممر ها شوفوا خلق الله ما خلق هناك ها ونحن حين كلها سكيك بسكيك كلها اسواق ونحن الحين سايرين الطريق هذا الطريق الله يحفظكم سايرين للمطعم اللي فيه مال اللحم مال الخصوص هب الخصوصي شو اسمه مال يعني مال التراثي اللحم مالهم يعني طباخهم الكلاسيكي يعني ديبارتمنت ستور هذا مثل لسانيكا وهالسوالف من هامز هذا كله مره محلات وكل شيء تباه كثير والله عليك اي والله السلام عليكم مشينا الحين في نص هاي الخناخيش كلهن ونص هاي الاسواق هذا المطعم اللي احنا جايين عانين عسبه هذا هو هذا خصوصي مال اللحم هاي اللحم مالهم اللي هم يطرونه هذا بنصور لكم خلاف من داخل هذا حين المطعم وهذا شوفوا يخدمه من يأكل هاي يا هذا هو اللي يطرونه شوفوا هلو برادر شو هلا شوفوا لكن هذا أشهر شيء عندهم هذا يطرونه مع الفحم سواي إيه كل على الصخام هبصخام حطب حطب يعني صحيح. كلها شن طبخنا في تنور يا سلام سلم شوفوا اللي ينضيف ما شي غير شحنه السلام خلطه سريه اللي يبين طعم
هذا شعارهم ابوي هريفي صغيروني، هذا شعار المطعم. منيو مالهم، منيو عندهم بالايطالي والاسباني والانجليزي والعربي. هذا منيوهم، الوجبة الخاصة بالمطعم للمائدة الكاملة. شوف الله عليكم، مشكور يا مطر. مشكور شو اسمه؟ مطر بن منو؟ مشكور يا مطر بن محمد بن سالم بن صالح بن صالح. مشكور يا مطر يا بن محمد البرشلوني. والله مليون مرحبا بالبرشلوني. مشكور على هالنعت الفنان اللي ماشي شراته. اسميك صبت الهدف. انا مخبريني عن هالمطعم المريخات محمد بن حاضر امس يوم عرسه هو اللي مخبرني. هي والله محمد حاضر حصرين هني بالصدفه وتعرفنا عليه ونعم العرب. هو اللي خبرني، هو اللي والله يا حمد هو اللي قال لي بتصير مطعم بتطلب عندهم الورج هذا اللي هو يعطيه. السلام عليكم قوم بن حاضر كلكم، جزاهم الله خير، مشكورين على النعم. مو الصبح اصوركم الا هذا، ترى ابوي شيء غير بعد. ها ترى شيء تفتحها والله يا ثلاث بيبان له والله، ولا دريت ولا شفت. أنا قاسب من شفت هالخرنجيط أزم ترمس وياكم ودرت أرى أشياء وايد أبوي. برادر من هل اصبر عاد شوي يا الله يغرب العدو. برادر ها ريبيت اور اوردر 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 تو كوارتر اوف لام اها ثري بوتيتو اها وان زي بريب وذ ويت. بارك الله فيك، ثانك يو جراسياس. اوكي ليمري كولا ما ادري والله عصير توت ما ادري. هذا اللي خبرناكم عنه، هذا ابوي اللي نحن ناطرين. ايوه اوكي ذا وملت وملت ضلع ضلع بعد ما شاء الله. هاي ذبيحة كاملة. لا وين ذا ذبيحة؟ هذا تشت ويا ضلع. وهذا هذا ما بيسدنا يا ابوي هذا؟ كم ما سدنا نحن المطعم بنطلب غيره. برومو كرب ها كرب اونلي كرب اونلي ميت اونلي ميت. ثانك يو فيري ماتش انجوي. ثانك يو. شي فنان وغاوي. ها شوف هذا تشت. شوف الله عليكم ضيافة من هو هذا سبيشل. This is special. Very thank you very much. يلا thank you. Thank you. أبوي ما سد أبوي هذا. ما سد. صار حليلة تيمل فقير يدور لي ماله. حافظ عليه. حافظكم من طلبات حمد طالب منها. كستر من حليب الماعز مع الهوش. حليب الهوش مسوين عليه كستر. مسوينا هالنمونة. حليب اللي بطني عطشان بيه شرب. حليب أمه. بلحق حليب أمه. كم العشاء وتعشينا. العشاء والغداء كله هو برانش. زين. هو غداء. ها هكذا هاي بسيعة. خرف الله. عرفت تشوف وين الصورة. وين قباية واحد. بسم الله عليك. أقولكم هذا شارع الماركات. هذا كله أبو شارع الماركات يسمونه. الحين سايرين نحن عند أبل ناخذ أبوي راب حق كفر حق تليفوني مثل هذا الدنيا اللي شراته. دورنا في أبوظبي في دبي ماشي عندهم، دورنا الدنيا كلها. وهذا الشارع كامل يسمونه شارع الماركات، طوله طول وعرض عام. شفنا نحن تغدينا أبو ورا هذا اللي تو كابن همس ما يسمونه اللي يسمونه أحمد توي طريق أبوي لياسين دوره. جلبنا عليه دبي وابو ظبي جميع الاستورات ما شيء عندهم. الكبير عندي منه اللي حق اللي اصور به على السناب. وجلبنا الدنيا فوق كلها فوق تحت ندور ما لقطنا منه. المساء اللي زخونا يبون مال تطوع، حب ما تطوعوا ما تبرع على اساس انه مهنود. ترى ما بهنود ولا شياته، ما بهنود ولا شياته. دمي حن يا حمد ابدا نسيب. شوف العقوس، ايه حافظ على العقوس.
ظني وسرت الهن بهدوء. عند العييز خذت خذنا من عندها من الفروت كلهن. Thank you very much. بعد شكرا جزيلا حمد، الى اللقاء وعمرك ان شاء الله. يلا ما لا خليت منك، سلم على الوالده، سلم على قوم السعيد. ما خلينا شيء، لقطنا من كل نمونه، نمونه ونموتيه، حبوا حبتين، حبوا حبتين من كل نمونه. يعني بريد ثلاث ايام كنا يومين، الله اعلم بنا. اي والله شيء جميل، فاكهه فواكه شيء لذيذ وفرش طازه طازه. اي والله ما زين الا شبرتم يا ابوكم، ما زين الا شبرتم. محمد كيف الحال؟ عساك طيب يا مرحبا الساعه. شو الهدى اصبحت اليوم عقب الخدمه هذيك بالحيه؟ ربك غزال اصبحت يا حي الله. محمد متى السير سرت ولا بعدك؟ تبدويات يجيب لك دواء كركم وحبه حمراء وحبه سوداء وعسل، عسل يبل وعسل مال البر ومال البحر. مع السلامه يا ابو محمد.